شو تذكرت شي نكتة يعني؟ ولا يعني بتضحك لحالك؟ ميتري وهارش كتير مناسبين لبعض، ثنائي حلو. قبل كان عندي شك بهارش، بس هلأ ارتحت. ناندو هنن متفاهمين كتير، هنن الاتنين بيكملوا بعضهم. بعد زواجهم هي أول ليلة إلهم، لازم نحضر لهم مفاجأة. مستحيل آشيش، يعني أنت معجب بالرابط يلي بينهم بس مو حابب تتعلم منهم أي شيء. أكيد أنت لاحظت كيف هارش بيدعم ميتري، بيوقف جنبها دايماً. بحياتك وقفت جنبي؟ شي مرة دعمتني؟ لا. قلي ليش يعني السيد آشيش ما بيدعمني؟ لأنه كتير مشغول. وبشو مشغول؟ بأنه يدافع عن رفيقته ميتري. طيب اسمعني آشيش، أنت حر، أعمل يلي بدك يا، بس لا تتوقع مني أعمل أي شي. أصلاً ما كنت متوقع منك شي، بس أنت مرتي وفكرت أني لازم أسألك وشوف إذا الموضوع بيهمك. لوين رايح؟ مو طبيعي قديش عصبي. أمي، أنتي مبسوطة؟ إيه طبعاً، عندي ابن مثلك وكنا منيحة. معقول ما أكون مبسوطة فيكن أنتو الاثنين؟ أمي، أنتي بتعرفي منيح إنك أغلى شي عندي بالدنيا كلها، بس من اليوم ميتري أغلى شي عندي وأنا فخور فيها كتير كمان. شفتي قديشها منيحة؟ ميتري ما في منها، وأنتوا الاثنين لابقين لبعضكم. برجع. هي خجلت. يلا أمي ارتاحي شوي. ايه ابني يلا روح لعند مرتك فورا. يلا. أنا خليت متر تبقى بغرفة سارانش لحتى عاقبها، بس هي السخيفة عطت الغرفة لحماتها وعمّا يقعدوا فيها. متري؟ أنا آسف ما قدرت أقدم لكم هدية.